وباستمرار. خلي التفاح من الحاجات اللي بتخسس 100%. لو أخدتي منه ملعقة واحدة على كوباية مية دافية على نص ليمونة كل يوم الصبح. هتقولي طعمها مش حلو، هتقولي تيست هوربل، هقول لكم this is the one I use، وهي دي اللي خسستني في فترة شهر. من حاجات اللي كلنا عارفينها من أجدادنا، خل التفاح yes هو اللي بيجيب نتيجة حلوة معي، جايز يجيب نتيجة معاكم. أوكي، دي المكون الأساسي في الخلطة بتاعة النهاردة قدامكم اهي. اوكي، هلف الكام واوريكم. بخاف الانترنت تضعف، لكن بن بتاع القهوة التركي، اي بن، تركش كوفي، بن البنان، بن انت بتثق فيه، بس بيكون بن مش محوج، بن سادة اللي بنعمل منه القهوة، مش مهم بقى غامق او فاتح، المهم ان هو بن بدون اي اضافات. ده نمبر 2، تركش كوفي. نمبر 3، رقم 3، جنزبيل. جنزبيل مطحون مقفول فريش، ما ينفعش مطحون مقفول عشان ما يكونش دخله رطوبة. جنزبيل، اوكي، جينجر جايز. نمبر 4، سينمون، قرفة. قرفة مطحونة. نمبر 5، نمرة 5، كمون. كمون بودرة مقفول جديدة، ما تستخسريش لان الحاجات دي هتخش معدتك. اوكي، اشتري المكونات اللي انا قلتلك عليها دلوقتي وخليها عندك في المطبخ. وهحاول اقرب الكام عشان اوريكم. خدت شر وراحت، عندنا واحدة تانية. It's okay. بسم الله الرحمن الرحيم، كل أعوذ برب الفلق. Whatever. البتاعة اتكسرت بس مش مشكلة، أنا عندي قرفة جديدة مقفولة بس عايزة أخلص القديمة. هنبدأ ونقول الطريقة قدامكم ناو على فيديو لايف عشان تشوفوا. اوكي، هتجيبي بولة، طبق، كازارولا، اي حاجة، بس انا بستعمل الازاز عشان اوريكم عشان تطقي يعني. هتاخدي من كل شيء عندك معلقة واحدة، هتبدأي بمعلقة من كل شيء. اذا عايزة تعملي كمية تكفيكي اسبوع هتاخدي معلقة واحدة من كل شيء. الناس اللي بتجتهد وبتكتب في الكومنت المقادير، من فضلكم بلاش تجتهدوا عن طريق المقادير ويخرجوا. ليه؟ لانه هو كده كده لازم يشوف الفيديو عشان يطبق الطريقة، عشان يعرف ازاي بتتعمل، عشان تجيب معاه نتيجة. عشان انا لما بفتح فيديو واتكلم وافتح بقي اند اقول حاجة مهمة تهم الناس، يبقى لازم تقعد وتفضي نفسك. مش فاضي اخرج، ولما خلص لايف ادخل تاني اتفرج. الموضوع مش كومنت، مش رد على الناس، الموضوع اهم. الطريقة الصح هنعملها حالا دلوقتي قدامكم.
اوكي. اول شيء هنفتح البن المقفول علشان ما يكونش دخله رطوبة. انت ما تقدريش تكتبي الكلام ده في كومنت يا مجتهدة. الحاجات اللي انا بقولها في الفيديو مهمة؟ ايوة مهمة. ليه مهمة يا ابي؟ عشان انا لما بقول حاجة بقولها وانا عارفة كويس جدا انا بقول ايه. لما بفتح الشيء الجديد بيكون فريش، محفوظ، طازة، ريحته واو. باخد منه معلقة واحدة بس، معلقة بن من كيس فريش مقفول، تتصلي بالسوبر ماركت تجيبيه. معلقة بن قدامكم اهي، اوكي، انسايد هي. معلقة قرفة، تقريبا نفس الكمية بتاعت معلقة البن بالظبط. كل شيء لازم يكون قد التاني. معلقة قرفة، سينمون اند كوفي، معلقة كمون، ومعلقة جنجر جنزبيل. انا عندي قديم لكن لا يمكن هحط حاجة قديمة جوه معدتي، وعشان اجيب نتيجة صح لازم اجيب حاجة تكون مش داخلها رطوبة. معلومة ما تتكتبش في كومنت. معلقة جنزبيل وان جنجر، خلاص 1 2 3 4. حطينا المكونات كلها مع بعضها، هنبتدي بخل التفاح. This balsamic vinegar or whatever vinegar is available in your country. بتعملي ايه يا ابي؟ بحط بالتدريج عشان احصل على عجينة من المكونات دي. شوية شوية وبلف بالملعقة وأقلب المكونات بتاعتي لحد لما أحس إن هي بتندمج مع بعضها. Mix it up like this. Here we go. Another one. بالتقريب كده 1 spoon 2 spoon and then stir it. بنات خالتي كانوا سألوني بقول لكم دوسوا، أنا جربتها. قرايبي اللي بحبهم بقول لهم دوسوا، انا جربتها. حبيبتي ام كراس ربنا يسترها ويرزقها يا رب ويسهل لها كل شيء هي بتتمناه، برضو مجرباه. little by little لحد لما نحصل على خلطة مندمجة قدامكو بتحاول ان هي تكون مبلولة. بتمسكي كده وتحاولي تشوفي، لسه شوية محتاجة كمان. بسم الله الرحمن الرحيم بنحاول نلف المكونات مع بعضها كده، اوكي، حد لما تصبح عجينة قدامكو بالطريقة دي. حاسة ان هي لسه يابسة او ناشفة، حاولي تبليها بنقطتين خل كمان، مش كتير، نقطتين، وبلاش تحطي على طول في المرة الاخيرة، بتحطي في الملعقة عشان تتأكدي ان مفيش حاجة غلط حصلت معاكي. كلاكيت اخر مرة ان شاء الله. للرجالة، للستات، للناضجين اللي عايزين فعلا يخسوا، دي الطريقة بتاعت العجن بتاعنا قدامكم.
بتاعتكو اهي لينة طرية، نقدر نعمل بيها ايه الخطوة الجاية next step. I'm gonna show you just I make sure it's mixed up properly. انا now I mix it, make sure it's ready or it need a little drop of vinegar again, but I don't think so. I think it's okay like this. قدامكم في الكاميرا طريقة عجن الخمس مكونات بتاعتنا. Now هنبتدي ونجيب طبق مسطح او خشباية، اوكي، وهتاخدي ببوز الملعقة وتشوفي هل ماسكة روحها ولا لا. دي كبيرة، انا عايزة اخليها على 2، اعملها بلية صغيرة خالص اهي قدامكو like this. شايفين؟ هنجيب طبق قدامكو اهو وهنحط نرصص فيه الكور اللي هنعملها حالا. Another one, here we go. لازم تبقى قد البلية بتاعت زمان الصغيرة، ممكن تصغريها قوي لكن هي الحجم ده كويس، عشان لو مش قادرة تاخديها هوريكي ازاي تاخديها. Now هنعمل another one. It's very easy. سهلة موت. Okay. كورة. Here we go. بعد لما بنعملها بنحطها في علبة بلاستيك مسطحة بغطاء في التلاجة، وبتيجي كل يوم الصبح على الريق أو قبل النوم تاخديها مع كوباية مية. لما بتحطيها في التلاجة أو علبة في الفريزر بتجمد، بتمسك نفسها، بتبقى سهل ان انت تحطيها. اول ما بتمسك نفسها وبتبقى سهل ان انت تبلعيها بتاخديها على الريق وبتشربي عليها كوباية مية وتمشي عليها لمدة شهر. خزينك عبارة عن الخلطة دي. لو عاوزة تخسي اعملي الخلطة دي وحطيها في علبة في الفريزر او في التلاجة، لكن في الفريزر يستحب عشان تمسك روحها اكتر. وده بيكون شكلها. ودي الطريقة المجربة بتاعة الناس اللي عايزة تخس، ودي الطريقة اللي ناس كتير مشيت عليها وجابت نتيجة. وأتمنى من الناس المحترمين اللي بيحاولوا يخدموا أبي أو يخدموا الناس، لو حد سألك على أي شيء قل له أدخل شوف الخطوات نمبر 1، شوف الطريقة نمبر 2، شوف المكونات نمبر 3، شوف التطبيق نمبر 4، بعد غسيل الماسك لما بعمله شوفي النتيجة نمبر 5. انا لما بقول شيء it's important. انا لسه راجعة من شغلي حالا وبشتغل متبرعة لمرضى السرطان بوقتي 3 ايام في الاسبوع، والثلاث ايام التانيين بقضيهم لوجه الله معاكم. فاتمنى من الناس
اللي عايزة تتعلم تخش على الفيديو وتشوفه وتحطه قدامها وتطبق، وان شاء الله هتجيب معاكم نتيجة حلوة. واتمنى من الناس اللي شرفتني ترجع الفيديو وتحاول تنفذ قدام الفيديو اللي انا عملته، وبالتوفيق باذن الله. اشكركم حبايبي، وهفتح فيديو تاني عشان اغير هدومي، اكل شيء سريع لاني راجعه من الشغل فعلا جعانه. باي باي.